موجود هذا حتى في اقرأوا في كتاب الفاحشة، نقلت أنا رواياتهم أنه أولا عائشة كانت تركب الجمل متبرجة، ثم كان الرجال يطوفون بها. تعرف يعني شنو معنى الرجال يطوفون بها؟ يفترون يعني حوالينا. أي هالشكل يأخذونه ويمشون وراه إلى آخره. ثم كانوا يتبركون ببعر الجمل، ببعر جملها، يعني هذا الخر أجلكم الله الذي يخرج من دبر البعير، يأخذونه يتمسحون به يتبركون به يشمونه ويقولون ريح بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك. هذا طبعا هم على فتوى الوهابية لازم يصيرون يعني مشركين، لأنه يتبركون بالخر. الآن أنت الشيعي يجيك الوهابي يقول لك أنت أصلا مشرك، ليش؟ يقول ليش تتبرك بالتربة الحسينية؟ إن هذا إلا تراب. نعم. هو شنو هذا؟ تراب. يشنع عليك ويصارخ، أنت شلون الشكل تسوي؟ أنت من كل عقلك هذا تراب، هذا أنت تتبرك به؟ الله أكبر. زين، لماذا لم تنظروا إلى أسلافكم وصحابتكم؟ كانوا يتبركون مو تراب عائشة، وإنما خر جمل عائشة. وأنا ذات مرة ذكرت أنه هذا، شوف من شدة الافتتان كان بعائشة، أنه كانوا يتبركون بخرء جملها، فإذا حصلوا على خرئها ماذا يصنعون؟ تخيل أنت بعد. سمحت ناخذ اتصال بس من الأخ علي من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ ياسر؟ أهلا ومرحبا، بارك الله بك. شو أخبارك؟ طيب الحمد لله، بوركتم إن شاء الله. بس أنا حبيت أني توضح الكلام اللي أنت قاعد تقول هذا، يعني أبي المراجع اللي أخذتها منها. أي كلام؟ أنه كان الصحابة يتبركون في بعض الجمل. لا موجود. إن شاء الله موجود، إذا عثرت عليه الآن في الكتاب أطلع لك. أحسنت. الحين نأخذ الأجوبة. الحين بس ممكن قبل ما أنسى، هذا الأخ اللي سأل اللي اتصل يمكن من نجد أو الحجاز، بكري، إيه حول أنه الرواية أنه كانوا يتبركون ببعر جمل عائشة. نعم. إيه خلي سجل عندك يا أخانا الكريم إذا تسمع هذه المصادر وانظر. المصدر الأول تاريخ الطبري الجزء الثالث الصفحة 530. الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزء الثالث الصفحة 247. امتاع الأسماع للمقريزي الجزء الثالث عشر الصفحة 245. الفتوح لابن أعثم الجزء الثاني الصفحة 481. يروون هذه الرواية عن أبي البختر الطائي قال أطافت ضبة والأزد بعائشة يوم الجمل، قبيلتا ضبة والأزد أطافتا بعائشة يوم الجمل، وإذا رجال من الأزد يأخذون بعر الجمل فيفتونه ويشمونه ويقولون بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك. هسه أنت لقد شاهدت من هذا الحيوان الأحمر عجائب ما كنت أصدقها لو لم أرها. لا يحمل على ظهره غير المسلمين، لا يصير إلى حرب إلا بنية الجهاد، لا يصيح إلا رضا لله تعالى. وبر عسكر مبارك، أنفاسه شفاء، اعرفوا قدره وحاذروا أن تغضبوه، إياكم ونكث البيعة معه، وإلا حل بكم عذاب أليم. من حمل معه شعرة من وبره في أثيابه أو في كمه ما تفعل بأباعر الجمل؟ أحرقها بدل العداء. شام؟ معطرة الحق. أطيب من المسك. سيوف هؤلاء الحمقى ستنقذنا من علي.